خلينا نروح معاك لتشكيلة الأفضل يلا بينا. في المجموعات كلها، مش في الجولة الثالثة اللي انتهت النهاردة، لا كل دور المجموعات، اختيارات محمود ضياء وبعدها اختياراتنا. تمام، يلا بينا. محمود ضياء، قول لي اختياراتك وأسبابها. يلا. اونو حارس غينيا الاستوائيه، عمل بطوله ممتازه جدا، واحده من افضل الحاجات اللي انا شفتها في غينيا الاستوائيه، بالاشتراك مع انسوي اللي هو المهاجم. حقيقي قلوب الدفاع انا اخترت كوليبالي في السنغال، واحد من اقوى الدفاعات في البطوله. مظبوط. لوجان كوستا رغم ان هم ما كانوش موجودين، لكن كورته ممتازه جدا، كان فيرت لاش كلين شيت، ولكن كورته ممتازه جدا، قادر يخرج بالكره كويس ده اللي يساعد هو زمايله. تراوري؟ لا لوجان كوستا. تمام، اوكي. تراوري ده هو افضل ظهير في البطوله، مش طبيعي. لاعب ريال سوسيداد، مش طبيعي في مالي، مالي مش طبيعي، لاعب ما ركزتش معاه قوي، تخيل. لعيب يعني ظهير ممتاز جدا، بيهاجم وبيدافع بشكل كويس وبيصنع فرص كتيره جدا. تحتنا طبعا اشرف حكيمي مع المغرب متالق بشكل كبير، هم كانوا الاثنين دول، والمفاضله ما بينهم كانت على كابوري وارثر ماسواك والكونغو الديمقراطيه. نص الملعب لامين كامارا، واحد من اهم الاكتشافات في البطوله، كان مظبوط. موجود في امم افريقيا للمحليين السنه اللي فاتت ومؤدي بشكل ممتاز جدا مع السنغال. الثاني طبعا امام عاشور، عمل بطوله في رايي او دور مجموعات حتى الان مظبوط. ممتاز، وهنفتقده جدا قدام الكونغو لو فعلا مش هيلعب. سلامات يا امام. ساديو ماني، يمكن لان هو حتى لو ما ظهرش تسجيليا كتير، ولكنه بيظهر بشكل اقوى مع السنغال، يمكن حتى اقوى من النصر السعودي. وحكيم زياش مع المغرب، انا بشوفه دايما مع المغرب، او مؤخرا في اخر بطولتين مع المغرب دي وكاس العالم، بيظهر بشكل افضل حتى من الشكل اللي بيظهر فيه مع الانديه اللي هو بيلعب فيها، تمام، التزام دفاعي هجومي كويس قدام. تحس ان هو تحرر بعد رحيل خليل وزيتش. ممكن جدا جدا. صح طبعا انسوي هداف البطوله، طبعا. 5 اهداف، ومصطفى محمد اللي في رايي اول مباراه على الاقل كان هو اللاعب الوحيد في منتخب مصر اللي بشوفه بيلعب بحميه جدا، ومعاه وسجل في مباراة تانية وسجل في المباراة التالتة، فسجل في ال3 مباريات. يمكن لو في حد من بره بس من غير اللعيبة دي، يبقى رايان مينديز من كاف فيردي، واسماعيل صار. برافو عليك، كنت هختاره انا كمان. واسماعيل صار. اسماعيل صار من السنغال. طيب بالظبط. نروح لتشكيلتي انا وزملائي. حراسة المرمى زيك، جيسوس ماشي. اونوو، اوكي. حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية، استوائية. عمل بطولة كبيرة جدا، تصديات بطولية تستدعي انضمامه بكل تأكيد. الظهير الأيمن أشرف حكيمي، لأنه مش مجرد ظهير أيمن، هو ظهير أيمن ولاعب خط وسط، وفي الزيادات في الكرات الثابتة والتصويبات في الكرات الثابتة، وده دوره كان واضح جدا مع منتخب المغرب طوال بالظبط. البطولة. أنا حقيقة كنت محتار في قلب الدفاع ما بين جاسبر لاعب جاسبر. أنجولا، عمل بطولة حلوة جدا لمنتخب أنجولا، وما بين كوليبالي. كوليبالي. كوليبالي، فاخترت يعني واحد منهم، أو نختار مع بعض يعني مين فيهم اللي عايزينه. أما خط الوسط فاخترت الاثنين الحريفة وناحي. وناحي وناحي عامل دور مجموعة كويس، لعيب قوي، لعيب لعيب جامد.